خمس خطوات للراحة النفسية، لو عملتهم هتعيش مرتاح في الدنيا. اسمع مني كويس وركز معايا في كل حاجة أنا هقولها. رقم واحد، تتعلم تتجاهل حاجات كتير في الدنيا، تتجاهل مواقف، تتجاهل أشخاص، تتجاهل تفاصيل. بلاش تقعد تشغل بالك وتموت روحك بالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة اللي ممكن تأذيك واللي ممكن تضرك، وتبعد عن الناس اللي ممكن تأذيك واللي ممكن تجيب لك الإحباط واليأس والاكتئاب. 2، بلاش تفكر في الماضي كتير، بلاش تحط الماضي بما كان فيه وتحطه قدامك في المستقبل، علشان ده هيخليك ما تقدرش ان انت تستمتع بالمستقبل. حتى لو الماضي كان فيه غلطات، افصل كل الغلطات اللي كانت موجودة وابدأ بداية جديدة، وحاول وانت في البداية الجديدة ما تكررش الأخطاء اللي كانت موجودة في الماضي. الحاجة التالتة كمان، الرضا. اتعلم ان انت ترضى، وهترضى لما تقرب من ربنا وتصلي وتحاول تخلي المسافة بينك وبين ربنا قريبة جدا، لأنك المسافة بينك وبين ربنا لو كانت قريبة انت هترضى. الرضا يعني ممكن ان انت يبقى معاك حاجة صغيرة وتحس ان هي كبيرة علشان انت راضي من جواك وانت مبسوط ومقتنع بده. الرضا ان انت لما تيجي تفكر في حاجة ناقصاك هتفكر في كل الايجابيات اللي ربنا مديها لك وهتبدأ تعدها. الحاجة الرابعة، الصحة، ان انت تحافظ على صحتك. طيب تحافظ على صحتك ازاي النفسية؟ لو انت اهتميت بالتفاصيل ودققت وقعدت مهتم بحاجات كتير ومهتم ان الناس عملوا ايه وما عملوش ايه معاك، انت هتخسر صحتك. يبقى لازم تهتم بصحتك، علشان صحتك لو وقعت محدش هيعرف يساعدك فيها. الحاجة الوحيدة اللي ممكن ما بتتعوضش، ممكن الفلوس تتعوض، الاشخاص تتعوض، الوظيفة تتعوض، حاجات كتير ممكن تتعوض في حياتنا الا الصح. فلازم تحافظ على صحتك. الحاجة الخامسة والأخيرة والمهمة، بلاش ترفع سقف توقعاتك في الناس. بلاش تقول أصل الناس عاملوني بالمعاملة الكذا، أو الناس مثلا ما اهتموش بحاجات معينة. عامل الناس بقدر المستطاع، اللي يعاملك كويس اتعامل معاه كويس، اللي يكون معاك حد شيك وذوق خليك معاه كده، اللي يتجاهلك تجاهله. ابعد عن كل الحاجات اللي ممكن تأذي روحك والحاجات اللي ممكن تأذي قلبك، عشان ما تجيش في النهاية تحس ان انت لوحدك. لو عملتوا الخمس خطوات دول هترتاحوا نفسيا. سلام عليكم.